صباح الخير. اليوم في عنا عملية إطلاق لطائر الأبو زراعي اللي هو طائر من الطيور المحلية اللي موجودة عنا بمحمية أرز الشوف. طائر لقيته بمحل حيوانات صراحة، كنت مرقة مش هقول وين، بس إنه للأسف كان محطوط بقفص. ما بعرف، لفت لي نظري، أنا ما بعرف بالطيور أبدا، بس لفت لي نظري، حبيت أخده، اشتريته، خليته كذا شهر بالشتوية لوحده بقفص كبير بين الدجاجات عندي بالبيت، وقلت بدي قفلته، بس بعدين فكرت وين بدي قفلته، تمام يعني هلأ بس صار طري الهواء وكل شيء، تمام يتقوص أو يعتدى عليه، فضلت أبعد شوي من نحنا ساكنين بمنطقة سكنية، فضلت أبعد شوي، بقى فكرت بالمحمية هون لأنه هون بيقدر يعيش ويلاقي أفراد عائلته وهيك يتهنى هون، وما حدا بيقوصه وما حدا بيلقطه عن جديد.